في خبرنا الأخير في هذه النشرة، كشفت تقارير صحفية أن شركة أبل حصلت على براءة اختراع جديدة من أجل إنتاج آيفون قابل للطي، لكن لا خطط معلنة من جانب الشركة لتصنيع مثل هذا المنتج حتى هذه اللحظة. وتشير براءة الاختراع إلى أن الهاتف سيفتح رأسيا لتوفير شاشة ممتدة أكثر مقارنة بالتصميمات الأخرى التي تفتح أفقيا لتكوين ما يشبه الجهاز اللوحي. ومن شأن الآيفون الجديد أن ينافس هواتف سامسونج القابلة للطي، وربما يتفوق عليها نظرا للمشاكل التي تعانيها بسبب تلف المنطقة المثنية من الشاشة.